وهنقول اهم المعادلات. يا ريت بس ما نقفلش عشان ما نضطرش ان احنا نطلع وندخل، يا ريت بس يعني يا ريت بس نسيب الشاشة زي ما هي كده ونرجع. تمام. لا تمام. هو بص، هو اللي احنا ال 14 ساعة، في سؤال هنا بيقول مدة مراجعة المستند زي الدروينج مثلا 14 يوم، من أين جاءت هذه القواعد؟ بص، هو الطبيعي ان احنا ده بيبقى على حسب الاتفاق في الـ في الكونتراكت. يبقى في مثلا مشاريع بتقول ان هو المراجعة ريفيجن 0 21 يوم، واي ريفيجن تاني يبقى 14 يوم. في ناس تانية بتقول ان هو المراجعة 14 يوم، واي ريفيجن 0 14 يوم، واي ريفيجن تاني تبقى المراجعة 7 ايام مثلا. فدي على حسب الاتفاق في العقد، على حسب الكونتراكت مكتوب فيه ايه، على حسب السبيكس نفسها بتاعة المشروع مكتوب فيها هي الداتا بتاعتهم قد ايه. تمام. العقد بالظبط هو العقد اللي بيحدد. احنا ان شاء الله باذن الله لما نيجي نبتدي الجزء العملي بتاع البروجكت دوكيومنتس، هنبتدي نجيب ان احنا نجيب سباكس بقى ونبتدي فروم سكراتش. ان انت المفروض انت كدوكيمنت كنترول بدأت المشروع من بدايته، فالمفروض ان انت هتقول بقى ان انت من بداية المشروع بتتابع ايه وبتراجع ايه وبتستلم ايه، والموجود في السباكس عندك بتتابعها ازاي، وبتبقى عارف ان الدوكيمنتس بتاعتك البيريود دي بتبقى بتبند على ايه. هي بتبقى على حسب العقد، مفيش اتفاقية، بتبقى على حسب العقد. العقد بيبقى مكتوب فيه كل حاجة. تمام. نبتدي بقى هنا. هنا عندنا register of request for information. تمام. اول حاجة طبعا في اي register، احنا هنا بنتكلم ده request for information register. اول حاجة قلنا في اي register، اول حاجة ال received date. مهم جدا ان انا ابقى محددة ايه الديت اللي انا كاتباه هنا، هل هو received، هل هو issues، هل هو ايه. طبعا الحاجة اللي هي المتفق عليها ان هو انت تبقى حضرتك كاتب هنا received date. تاني حاجة reference number. reference number هنبتدي هنا كده في الريكوست ده، هنقول ان اول حاجة هنا ابتدينا فيها الريكوست ديت الريسيفد ديت، وبعد كده الريكوست نمبر، وبعدين الريفيجن نمبر بتاع الدوكيومنتس، وبعد كده الديسيبلين اذا كانت اركتكتشر ستراكشر الكتريكال ميكانيكال اي ديبارتمنت انا شغال عليها، وبعدين الاريا اوف ابلكيشن. مهم جدا في المشاريع الانشائيه ان انا يكون عندي المحدد البيلدينج بتاعي او الاريا اللي انا شغال فيها ايه، علشان بنيجي في اخر المشروع بنحتاج ان احنا نشوف الاريا بتاع الاريا في البروجكت دي او الاريا في ابلكيشن دي اشتغل فيها ايه، او ايه الحاجات اللي خلصت منها، او في الاسبلت مثلا بتحتاج ان انت تسلم مبنى. فمهم جدا ان انت تريفير في الريجستر بتاعك للاريا اوف ابلكيشن علشان تسهل عليك بعد كده في اخر المشروع. تمام. في بعد كده الريفرنسز. حد عنده فكره الريكوست فور انفورميشن ايه نوع الريفرنس اللي بتبقى مكتوبه فيه هنا؟ يعني ايه المقصود بالريفرنس ده؟ ايوه انهي دروينج بقى؟ ما هو ده ار اف اي. هو بقى هنا بيريفير لانهي دروينج؟ ممكن تكون الشوب دروينج، بس هي مش الشوب دروينج، التندر بالظبط. التندر دروينج او الديزاين دروينج. هو دايما هنا الريكوست فور انفورميشن هو عباره عن ريكوست، عن طلب توضيح او طلب معلومات زياده. بيبقى عنده مشكله في الديزاين، بيبقى عنده حاجه مش راكبه مع بعضها في الديزاين، او مش راكبه على ارض الواقع، او عنده ردين للاستشاري، الردين عكس بعض، زي ممكن يكون من تو ديبارتمنتس مختلفين او تو ديسابلين مختلفين. فبالتالي هو بيجي يستفسر هنا او يتاكد منها، او بيقدم ان هو بيقدم سكتش مثلا توضيحي او بروبوزر للشغل بتاعه في ده. فمحتاج ان هو يحط الريفرنس ان هو بيتكلم عنه. فالريفرنس ده عاده ما بيكون بتاع ديزاين دروينج او بتاع تندر دروينج علشان تسهل عليه بالظبط، او ممكن تكون فعلا ميسنج دروينج. تمام. طيب هنا احنا قلنا ان هنا مهم جدا ان هو يبعت السندر. فهنا السندر هنا مين؟ احنا كتبنا ان هو ده بعته من فلان تو فلان. فانا هنا مثلا ممكن اكون كاتبه هنا عندي، بكتب هنا كل اطراف المشروع اللي موجودين عندي، بحطهم في الليست دي علشان يبقى سهل عليا ان انا اتعامل بيهم. هقول لكم الليست دي بتتعمل ازاي عشان تبقى سهل عليكم بعد كده في التعامل.
نكتب هنا كل الليست اللي انا محتاجه ان انا اتعامل معاها، اذا كانت كلاينت، كونسلتنت، كونتراكتور، هيد اوفيس. طبعا الهيد اوفيس احنا بنحتاجهم فين؟ بنحتاجهم في لو انا عندي سبورت من الهيد اوفيس او من المكتب الرئيسي عندي بيعمل لي تكنيكال سبورت، او لو انا في اللاتر ساعات الكونتراكت ادمنستريتور مثلا بيبقى موجود في الهيد اوفيس وهو اللي بيساعد في ان هو يبعت لي الدوكيمنتس دي، فمحتاج برضو ان انا اتراك الدوكيمنتس موجوده عندي دي، هل هي انا بتراكها من الهيد اوفيس ولا مش من الهيد اوفيس. تمام، فهنا برضو بيكتب ان هو ان ده الكونتراكتور اكس او واي هو اللي بعتها للكونسلتنت. برضو لو عندي اكتر من كونسلتنت هنا هكتب برضو اسامي كونسلتنت الموجودين عندي. تمام، بعدين التايتل بتاع الوثيقه دي او بتاع المستند ده، وبعدين اكشن ريكوايرد فروم. اكشن ريكوايرد فروم دي ممكن تكون ديبارتمنت، ممكن تكون شخص، ممكن تكون شركة، على حسب الريكوايرمنت ده محتاج من مين. طبعا انا برضو هنا بكتب كل الناس اللي انا ممكن احتمالية ان انا اتعامل معاهم في قائمة منسدلة زي دي عشان تسهل عليا التايبنج، عشان دايما كل ما احنا بنبتدي ان احنا نعمل تايبنج كل ما بيبقى عندنا اخطاء، فاحنا عشان نقلل كمية الاخطاء الموجودة عندنا سهل جدا ان احنا نعمل الليست دي، سهل علينا وقت، بتوفر عليك وقت كتير جدا، بتعملها مره واحده وانت بتبتدي تعمل الريجستر ده، من بعد كده بتبقى خلاص عندك بالنسبه لك ان انت بس بتعمل كليك عشان تختار بيها. لما تيجي تعمل فلتر هتلاقيها في بالنسبه لك في الفلتر دي سهله جدا، ان لما بتيجي تعمل فلتر انت بتعمل فلتر على حاجه انت متاكد ان هي اما مكتوبه بنفس الكابيتال لتر، اذا كانت كابيتال ولا سمول لتر، موجوده بنفس اللترز، موجوده بنفس السبيسز، فمش محتاج ان انت مش هتلاقي عندك اي اختلافات في كل الليست بتاعتك او في كل الداتا بتاعتك الموجوده في الريجستر ده. بعد كده عندنا هنا ديت ابروفال ريكوايرد، المفروض ان انت في الريجستر بتاعك بيبقى عندك حاجه بتنديكيتور، تبقى حاجه زي انديكيتور كده تتعامل معاها ان هي تعرفك المفروض الداتا دي هيترد عليها بعد قد ايه. لو انا عقدي بيقول ان الداتا دي يترد عليها بعد 14 يوم، يبقى سيمبلي الفورمولا اللي هتتعمل هنا ان انا الاول احدد ان كل الكولم ده اول حاجه اتعامل معاه ان انا اقول له ان الفورمات بتاعت الكولم ده ان هي تكون ديت، وتكون بشكل الفورمات انا هتعامل معاه طول حياتي بعد كده في الكمبيوتر ده. تمام، علشان ما اتفاجئش بعد كده ان انا اتنقلت من شيت دخلت في شيت تاني، انا هنا كاتبه اليوم الشهر السنه بالفورمات ده، اجي اكتشف ان في شيت تاني مكتوبه بشكل تاني، فبالتالي هتلاقيها قلبت لك كل الشهور لايام وكل الايام لشهور، فانا كده بقى عندي مشكله. فعشان تبقى انت مريح دماغك من القصه دي، اول ما تستعامل مع اي كمبيوتر انت كدوكيمنت كنترول، حاول ان انت تغير الديت بتاع الطريقه بتاعت التاريخ بتاعت الكمبيوتر بتاعتك لطريقه ثابته ما بتتغيرش. واحسن طريقه اللي هي المفروض اللي احنا بنقول عليها بيست براكتس، يعني ان انت تكتب الارقام بتاعت اليوم ارقام، وتخلي الشهر بالحروف علشان تبقى خلاص معروفه، والسنه بعد كده فور ديجيتس عشان تبقى معروفه بالنسبه لك، ما يبقاش في اي مشكله ولا اي لخبطه. تمام، اول حاجه بحدد فيها ان السيل دي تكون عباره عن ديت، علشان لما نيجي نعمل بعد كده معادله تبقى بالنسبه لنا سهل. فانا هنا هاجي اعمل المعادله دي، انا عاوز اقول ان هنا تدي لي الارم ان المفروض الداتا دي المفروض يترد عليها قبل يوم كذا، فانا هقوم دلوقتي عامله دي يساوي، واقوم رايحه للديت ريسيفد اللي انا مستلماه ده كاتب عليه زائد 14 يوم. تمام، لان الداتا دي المفروض يترد عليها في خلال 14 يوم، واقوم عامله انتر كده اديت لي هنا كام؟ 30/6/2022. من بعد 16/6 لو انا استلمت الدوكيومنتس دي يوم 16/6، فبالتالي الدوكيومنت دي لازم يترد عليها قبل 30/6/2022. تمام، دي كده اول فورمولا احنا عملناه. طيب نيجي بعد كده للي بعديها، دي هنا الستاتس. الستاتس هنا المفروض ان هي تقول لنا لا اما الدوكيمنت دي كلوزد، لا اما الدوكيمنت دي اوبن، صح؟ طيب هي لو قالت لي ان هي اوبن، ايه الفايده اللي عدت عليا وانا وهي قالت لي اوبن بس؟ في حد عنده مشكله في الصوت يا جماعه؟ تمام، هتفيدني في الفولوينج اب زي الفل. بس انا لو انا مكتوب عندي اوبن هتفيدني في حاجه؟
يعني انا لو انا مكتوب عندي ان هي open بس هتفيدني انا كدوكيمنت كنترول في اي معلومة؟ بالظبط كده، open زي ما استاذ محمد بيقول open and number of due days passed، بالظبط كده. فانا هنا محتاجة ان انا اعمل يعني اعمل معادلة هنا تعرفني الحاجة دي قدامها قد ايه علشان يترد عليها، او المفروض قدامها قد ايه عشان تتأخر. فهاجي هنا كده هقول ان لو الـ لو الـ 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 السال دي فاضية ما فيهاش اي داتا، ابتدي ان انت عدلي الداتا دي، ابتدي عدلي بقى الايام قبل اليوم ده بكام يوم. تمام، يعني انا هاجي هنا هقول اول حاجة هنعمل اف ام 3 دي اللي هي ايه الابروفال ديت المفروض اللي انا اكتب فيها هنا. يعني زي مثلا فرضا هنا انا كتبت الدوكيومنتس دي بعت لي مثلا بعد 5 ايام، فبالتالي هتطلع لي كام؟ 21/6/22. تمام، فهو المفروض المعادله هنا هتيجي تشوف لو الخانه دي فيها اي معلومه او فيها اي داتا، هتقوم كاتبه لي ان الداتا دي ايه، دي كده كلوزد، انا كده خلاص انا رديت على الدوكيومنتس دي في ميعادها في الميعاد الفلاني وخلاص دي كلوز، لان بعد ما هي بقت كلوز انا مش هيفيدني باي عد بعد كده. انا كل اللي يهمني ان انا اعرف ان هي اوبن قد ايه، بقالها قد ايه اوبن، او ان هي اتقفلت وخلاص، مش محتاجه ان انا اعرف ايام الريفيو بتاعتها قد ايه. فده بالنسبه لي دلوقتي. طب هي دلوقتي مش كلوز، هي لسه مفتوحه، فهاجي اشوفها هنا هتقول لي ايه. هنا هتقول لي بقى ان كي 3 اللي هي الابروفال ديت ريكوايرد دي اللي هي المفروض يترد عليها قبل يوم 30 ناقص توداي. تمام، واضحه كده الحته دي؟ واضحه دي كده لحد دلوقتي؟ طيب تاني، انا يهمني ان التاخيرات بتاعتي ابقى عارف التاخيرات بتاعتي لحد امتى، بس وانس ان هي ترد عليها الدوكيومنتس دي واتقفلت، انا ما يهمنيش في اي حاجه ان هي اعرف ان هي اتاخرت كام يوم. تمام، متفقين على الجزئيه دي؟ نيجي بقى للجزئيه الثانيه. طب انا دلوقتي الدوكيومنت دي مفتوحه عندي، محتاجه ان انا اعرف متاخره عندي قد ايه، او هيترد عليها المفروض بعد قد ايه. تمام، فهقوم انا عامله فورمولا دي بتاعت اف اللي هي اف كونديشن، فبنقول ان الديت لو ان الابروفال ديت ده موجود فيه داتا، اكتب لي ان دي كلوزد. ماشي، اكتب لي ان خلاص ان الستاتس بتاع القصه دي، الستاتس بتاع الماتيريال دي او الستاتس بتاع الدوكيومنتس دي خلاص هي مقفوله. تمام، طب لو هي لسه مفتوحه هقول له عد لي باقي لي كام يوم على 30/6، عد لي باقي لي كام يوم على الابروفد ديت ده. تمام، يعني نقص لي كل الايام اللي ناقصاني من اليوم ده لحد ما اوصل 30/6، هيفضل يعد معاك. تمام، طيب انا جات لي هنا المعلومه ان انا كده قدامي 12 يوم عمال ما اوصل 30/6. طيب فرضا ان المعلومه دي او الدوكيومنتس دي انا مستلماها مثلا 1/6، ادي هنا كام؟ 3، بس اللون هنا بالاحمر، الاحمر ده هيدل لي ان انا عديت على ميعادها المفروض ان هي ترد عليها كام؟ 15/6، بس انا عديت بعد 15/6 3 ايام، يعني معنى كده ان الدوكيومنتس دي عدى على ميعاد تسليمها المفروض 3 ايام. طالما هي بتعد لك باللون الاحمر ده يبقى هي كده خلاص عدى على ميعادها كام؟ 3 ايام. هتفضل تعد لك بالاحمر لحد ما حضرتك تيجي هنا وتكتب التاريخ بتاعها. فرضا ان انا جيت هنا وكتبت ان هي ايه، خلاص اتقفلت في 18/6، خلاص كده هي هتبقى كلوزد. واضحه الحته دي؟ الحته دي مهمه جدا ان احنا نفهمها، فلو هي واضحه تمام. استاذه فاطمه بتسال ايه الفايده من معرفه التاخير قد ايه؟ الفايده ان انا لما باجي اطلع بالريبورت بالاوت ستاندنج ايتمز يفهم البي ام ان انا عامل كنترول على الدوكيومنتس وعارف كل دوكيومنتس عندي متاخره قد ايه. لان لو التاخيرات عليها وقت طويل ساعتها الكونتراكتور هيطلب ان هو يعمل كليم ان انت كده معطل له شغل. انما لو انت بتتابع ده كل وقت وانت عارف ان الحاجه دي الدوكيومنتس قدامها قد ايه ويترد عليها، هيفيدك جدا في الداتا دي. بالنسبه للشيت انا هسيبه لكم، بس مش هسيبه لكم المره دي. تمام، يعني هسيب لكم الشيت، هرفع لكم الشيت على الجروب،
وكل الايكويشنز اللي فيه، فما تقلقوش من الناحيه دي. تمام، هي بس اهم حاجه تفهم الكونسبت، لان انت بعد كده هتعمل معادلات، اذا كانت المعادله دي او معادلات غيرها هتفيدك في الكلام ده. يعني انت من نفسك بعد كده تلاقي نفسك بتفكر بتعمل معادلات تساعدك في شغل. تمام، استاذ محمد عبد المنعم بيقول وكده حمايه حقي في اي ادعاء ان تاخير المشروع بسبب المقاول، وهيفيدك وكده هيبعدك عن اي غرامات. بالظبط كده، انا بالنسبه لي كدوكيمنت كنترول اذا كنت شغاله مع المقاول او شغاله مع الاستشاري او شغاله مع المالك، فانا كده عامل كنترول جامد جدا على الدوكيمنتس اللي عندي، وعارف كل دوكيمنت عندي جايه لي امتى، المفروض تطلع امتى، المفروض انا اتاخرت عليها قد ايه. ده هيفيدني كويس جدا علشان اي ريبورت انا بطلعه انا متاكد تمام التاكد منها. هيفيدك كمان في حاجه، ان انت موانس ان انت تفتح الريبورت هو بيعد كل يوم عليك التاخيرات اللي عندك، مش بيعد مثلا عشان انا مثلا طلعته خلاص من اسبوع فانا خلاص هبتدي انا اعد اصلح الريبورت بتاع الاسبوع اللي فات. انت كل مره بتفتح فيها ريبورت بيعرفك الدوكيمنت دي عندك متاخره قد ايه. تمام، خلاص نعدي الحته دي كده، هنا خلاص اديتني دي كلوز، لو انا الدوكيمنتس عندي دي كده خلاص مقفول. تمام، بالنسبه للريكوست فور انفورميشن هو ما فيهوش اكشن كود، يعني ما فيهوش اكشن كود، هو بس بيبقى طالب كلاريفيكيشن علشان حد مشكله عنده في الديزاين او في التندر. تمام، ففي مهند في 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 دوكيمنت كنترولرز بتوع المقاولين ساعات بيكتبوا كومنتس هنا، يعني ايه توضيح شامل للكومنتس اللي الاستشاري رد عليه بيها، هل هو مثلا قبل البروبوزل ولا لا، هل البروبوزل هل ده بروبوزل تاني، هل هو عمل ريفير مثلا لدوكيومنتس تانيه. فدي الكومنتس اللي هو ممكن يكتبها، دي رد الاستشاري اللي بتبقى موجوده، طبعا بتبقى مختصره، لان ممكن الاستشاري ممكن يرد يكتب كلام كتير فانت ما يبقاش عندك مكان هنا تكتب، فممكن يكتب حاجه فانت تكتب مختصر المفيد بتاع الرد بتاعك ده هنا، ممكن ما تكتبوش اصلا وتريح دماغك وتعمل هايبر لينك هنا للدوكيومنتس بحيث ان اي حد يحب يدخل يبص عليه. طيب الدوكيومنتس تايب هنا طبعا احنا قلنا هنا لو في عندي كلاريفيكيشن مثلا، لو ده بروبوزل، لو ده مثلا مشكله في التندر، مشكله مثلا في الشوب دروينج، فانت ممكن هنا تكتب تايب تاني يكلاسيفاي اكتر الداتا بتاعت التايتل ده، عشان لو انت بتعمل سيرش تعرف تعمل عليها سيرش باسلوب. اخر حاجه هنا ده اللوكيشن، اللوكيشن ده حضرتك تقدر تستعمله عن طريقين، تقدر ان انت تكتب الفايل بتاعك الموجود فين از هارد كوبي، يعني لو انا مثلا انا بستور الدوكيومنتس بتاعتي في 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 مكتب مثلا رقم واحد دوكيمنت كنترول اوفيس مثلا نمبر 1، فانا ممكن اعمل دي سي نمبر 1 الشلف مثلا بتاعي او الستاند اللي انا بحط عليه، الستاند ده رقم واحد، الليفل بتاعه او الدور بتاع الدرج ده او الحاجه المحطوطه فيها رقم 2. فحضرتك ممكن تعمل ريفير ليه بحيث ان انت لما تيجي تروح تدور على الفايل او في حد تاني جاي يستعمل الفايل ده مكانك، او انت سبت مكانك في اجازه او في اي حاجه من كده ومحتاج حد غيرك يجي يستعمل الدوكيومنتس بتاعتك، دي هتبقى سهله جدا وهو يروح يطلع الفايل من المكان المكتوب عليه الباث بتاعه هنا. طبعا هنا المفروض ان حضرتك في الكيز هنا بتبقى عامل مفاتيح كي وورد لكل حاجه، لكل ابريفيشن انت كاتبه جوه الماتيريال او جوه الريجستر. تمام، علشان يسهل عليك ان انت لما تيجي لو حد تاني يستعمله يبقى عارف يتعامل معاه. فدي كده ممكن هنا تعمل هايبر لينك للدوكيومنتس على السيرفر، وفي نفس الوقت تكتب مكانها كمان، مكان الكلام اللي انت بتكتبه في الهايبر لينك ده يكون ده المكان بتاع الستور بتاع الفايلز نفسه. تمام، دي كده هتسهل عليك كتير. طيب في حاجه هنا احنا ما قلناهاش، ان احنا القوائم المسدله دي بنعملها ازاي. انا دلوقتي هنا بالنسبه للتاريخ انت هتكتبه بايدك ما فيهوش مشكله، بالنسبه للريفرنس انت حضرتك هتقدر ان انت تعمله كده بحيث ان هو يديلك سيكونس نمبر تشتغل عليه. الريفيجن نفس القصه، هتسحبه كده دراج اند دروب علشان يديلك نفس السيكونس. بالنسبه هنا مثلا الاركتكتشر، انا مثلا بالنسبه لي احب افتح الشيت بتاع الريجستر ده او بتاع اللوج ده يكون كل الكلام مكتوب بنفس الطريقه، يعني مفيش حاجه كابيتال وسمول، مفيش حاجه كلها سمول، مفيش مره مكتوب الاركتكتشر مره مكتوبه اي ار سي ومره تانية مكتوبه اي ار سي اتش، مره مكتوبه اركتكتشر كامل. ضروري جدا ان انت توحد الكلمات اللي انت بتكتبها علشان ما تضيعش فيها وقت في ان انت بتقعد تعمل لها فلتر لحاجه معينه. انا مثلا هنا لما جيت اعمل فلتر الاقي بلاش ده، اجي مثلا اعمل فلتر هنا الاقي كلهم مكتوبين نفس طريقه الكتابه،
نفس الحروف، لو انا مختصره كاتبه الاختصارات، لو انا كاتبه الورد كامله فانا كاتبها كامله. تمام. طيب جينا دلوقتي لهنا، دلوقتي انا باجي هنا في هنا معادله بسيطه جدا في التاب هنا، في هنا في الداتا ايكون كده صغيره اسمها data validation. تمام. انا مثلا نمسح دي الايقونه دي كده سنه عاديه اهي ما فيهاش اي حاجه. تمام. عاوزه دلوقتي هنا اعمل لها data validation، اقوم فاتحه هنا الايقونه الصغيره دي، هتقول لي انت ايه نوع الداتا اللي انت عاوزه تدخليها هنا، هل انت هتاخديها من ليست مثلا هي موجوده عندك، ولا ده ديت، ولا ده تايم، ولا ده ايه بالظبط، ولا ده ديت النهارده، ولا تايم النهارده، ولا ايه بالظبط الموجود. انا هقول مثلا ان انا محتاجه الداتا دي من ليست، اقوم مختاره ليست، هيديك هنا سورس، هيقول لك فين السورس اللي انت هتاخد، فين الليست اللي انت هتحطها في المكان ده. هتقوم فاتحها من هنا كده، تيجي على الكيس، قول مثلا هنا ايه، انا هنا عاوزه اخد الداتا دي من المكان مثلا بتاع الديسابلنس اللي هو ده. تمام. اقفلها كده وقايل له اوكي. هتيجي هنا هتلاقيه هنا فاتح لك الشورت ليست دي لكل الديسابلنس اللي انت كاتبها هناك. فده يعني ايه؟ ده ان حضرتك اي حاجه انت هتكتبها وهتكررها كتير حاول ان انت تعمل لها دروب ليست علشان يبقى سهل عليك تتعامل فيها، مش كل مره تكتبها بايدك. تمام. انا هنا عامله الديسابلنز هنا كلها بشورت ليست كده، بدروب ليست زي دي، بحيث ان انا وانس ان انا وانا بملى البيانات بتاعت الريجستر بتاعتي خلاص انا كتبت دول بايدي. انا بالنسبه لي هنا حتى الريفيجن انا بعملها، لان ساعات في ايكونز في الريفيجنز لما بتيجي تكتبها في السيل ما بتكتبهاش 00 بتكتبها 0، لما بتيجي تطلع ريبورت يبقى شكلها وحش قوي، في حاجه مكتوبه 01، حاجه مكتوبه 1، حاجه مكتوبه 02، كلام من كده، دي بيبقى الفورماتنج بتاعها مش حلو، اللي بتدل ان الدوكيمنت كنترول اللي شغال مش بروفيشنال، يعني مش واخد باله من التفاصيل الصغيره دي اللي هي ممكن تخلي حد، يعني البي ام مش هيهتم بحاجه زي كده، بس في الاخر دي الامج، ده الريبورت، ده الامج بتاعتك وانت بتسلمه. تمام. هنيجي هنا على الديسيبلين ده، هتلاقيك انت هنا هتفتح الدروب ليست دي، هتلاقي كده محطوط كل الديسيبلينز اللي عندك. تمام. في حاجه تانية كمان، الاريا اوف ابلكيشن، انا ممكن ان انا اوزع الاريا بتاعت المشروع بتاعتي كلها هنا، اخدها كوبي بيست مثلا من التندر، من السبيكس، من اي حاجه، واكتب ان كل الاريا بتاعت البروجكت بتاعتي هنا اهي. تمام. الاريا اوف ابلكيشن اكتبها كلها هنا، بحيث ان انا لما اجي اختار في اي سبميت عندي، او في اي دوكيومنتس عندي، اختار من هنا الديسيبلين او الاريا اوف ابلكيشن من داتا من هنا من قدام. تمام. ادي هنا الداتا اهي، هيكون دي كل البلدنجز الموجوده عندي في المشروع مثلا. الريفرنس هنا مش هيبقى لها، هنا مش هيبقى لها حاجه تقدر توصل لها، بس في داتا ثانيه او ريجسترز ثانيه هنقدر ان احنا نعمل لها الريفرنس دي، نعمل لها برضو دروب ليست. نيجي هنا لفروم وتو، القائمتين دول ممكن تستعمل لهم نفس الدروب ليست، لان هم انت بتكتب كل الناس اللي موجوده عندك، كل البارتس اللي موجودين عندك في المشروع، هم بعد كده بيحددوها. انا هنا مثلا كده طالبه هنا مثلا فروم وتو، دي كده هنا كلاينت وكونسلتنت وكونتراكت اكس وكونتراكت واي والهيد اوفيس واي حد انت بتتعامل معاه من خارجيا من الشركه، ممكن تستلم منه حاجه او ممكن تسلمه حاجه. ده طبعا السبجكت مش هيبقى لك ريفرنس، لازم تكتبه بايد. نيجي هنا للاكشن ريكوايرد فروم، تقدر ان انت تكتب الكونتاكت ليست بتاعتك بتاعت كل الناس اللي انت بتتعامل معاهم داخليا جوه ده. هتلاقي هنا برضو كده اللي هي اكشن ريكوايرد فروم بي ام بلانر كوردينيتور اركتكتشر انجينير ستراكشر انجينير، تقدر تحدد اساميهم وتقدر تكتب التايتلز بتاعتهم، يستحسن انت تكتب التايتلز بس، مثلا لو انت عندك خمسه مثلا ستراكشر انجينير في ديبارتمنت واحده، فيستحسن انت تكتب التايتل بتاعهم، حاجه دي انت سلمتها لمين، عشان تبقى انت عارف الكنترول الديستريبيوشن بتاعك، وتبقى عارف ان كل دوكيمنتس لما سلمتها استلمت لمين. تمام. ده كده الاكشن ريكوايرد فروم.
التاريخ ده احنا قلنا ان التاريخ ده هو equation معمول، والستاتس برضو equation، دي برضو هتدخلها بيدك. الكومنتس مش هينفع ان انت تخليها drop list، والدوكيمنت تايب دي برضو مش هينفع في الريجستر ده، مش هينفع ان احنا نخليها drop list. تمام، وقلنا ده كده اللوكيشن. ده كده واضح بالنسبة لكم؟ تمام، ندخل على الريجستر اللي بعديه. طيب الماتيريال ابروفال تو سايت، او الماتيريال او ابروفال او سبميتال فور ابروفال اوف ماتيريال. طبعا احنا عندنا الريجستر من مكان لمكان بيختلف الداتا اللي احنا هندخله فيه. احنا هنا ده هيتفق في نفس الداتا اللي احنا خدناها في اللوج بتاع الريكوست فور انفورميشن. عندنا هنا الريكوست الريسيفد ديت، الريفرنس نمبر، الريفيجن، الديسيبلين، الاريا اوف ابلكيشن. كل الداتا دي اوريدي موجوده في اي، اتفقنا ان هي موجوده في اي لوج احنا بنتعامل بيه. تمام، يبتدي الاختلاف من هنا. البي او كيو ريفرنس، احنا ليه هنا بنستعمل بي او كيو ريفرنس؟ ما قلناش ان هو ريفرنس عادي، ما قلناش ان ده ريفرنس عادي زي الريفرنس بتاع الار اف اي. تمام، دي حاجات خاصة ومدونة في العقد. بالظبط كده، الحاجة دي البي او كيو ريفرنس كل الماتيريالز اللي هم المفروض هيطلبوا المقاول، المفروض ان هو هيطلب عليها موافقة من الكونسلتنت. الحاجات دي المفروض ان هي مطلوبة في البيل اوف كوانتيتي اللي هو مسلمها مع اللي هو مستلمها مع السبيس، فهو عنده ريفرنس ليها مش هيقدر ان هو يطلع عنها. طيب فرضا ان حصل مثلا تشينج ريكوست، وهو طلب ان ان التشينج ريكوست ده ان الايتمز دي مش موجوده في البي او كيو، ساعتها هيكتب قدامها في البي او كيو ان ايه، او يكتب رقم التشينج ريكوست ده، او يكتب اي حاجه خاصه بالموضوع ده. بس بالذات الداتا دي بتبقى موجوده، الداتا بتاع الداتا بتاعه الماتيريال دي، البي او كيو ريفرنس ده حاجه لازم تبقى موجوده في الكفر ليتر او في الترانسميتل اللي بيسلمك بيها اللي بيسلمك بيها الماتيريال سبميت. تمام، مهمه جدا ان هي تبقى موجوده فيه، مهمه جدا وانت بتعمل كوايت تشيك عليها ان انت تتاكد ان ان البي او كيو نمبر دي موجوده وصحيحه. تمام، فهنا اول حاجه البي او كيو ريفرنس دي لازم تبقى موجوده عندك في البتاع في الداتا. فانت ممكن حضرتك تكتب كل البي او كيوز نمبر بتاعتك هنا في الشيت بتاعك بتاع الكيس ده، عشان سهل ان انت تاخده وانت بتدونه بعد كده، ان انت تاخده بالدروب ليست. تمام، نيجي بعد كده هنا قلنا فروم وتو، دي عادي زي ما هي موجودة هناك، احنا بس ده هنلونه باللون الأحمر كده علشان هو ده أول اختلاف معانا. تمام، التايتل تمام، السبلاير، السبلاير ده برضو ما كانش موجود هناك في الـ request for information. مهم وأنا بعمل الـ material submittal إن أنا أبقى كاتب السبلاير بتاعها، لأن وارد إن تتشابه أنواع الماتيريال أو الـ alternative بتاعت materials معينة، بس السبلاير هيبقى مختلف، فانا ابقى عارف ان انا هحدد ان الماتيريال دي السبلاير بتاعها مين، فلازم احدد السبلاير واكتبه جنبها علشان يبقى سهل عليا اتراك الدوكيومنتس دي. تمام، بعد كده اكشن ريكوايرد فروم، قلنا ده برضو الشخص المسؤول عنها، وبعدين ده الستاتس والستاتس والابروفال ديت كده. تمام، هنا بقى بدانا يبقى في عندنا اكشن، في هنا اكشن بيبقى مطلوب للدوكيومنت دي. طيب لا، اما هو الماتيريال اللي سلمها للمقاول، الماتيريال اللي سلمها للكونسلتنت دي، لا اما هي ابروفد واخده ابروفد ايه، او ان هي ابروف از نوتد واخده بي، او ان هي ريفايز اند ريسبمت محتاجه تعديلات وان هي هتتسلم تاني، او ان هي سي ومش هتاخد، او ان هي ار سوري ومش هترجع تاني ودي مرفوضه تماما، او هي نوت ان هيز سكوب. فدي برده من الحاجات المختلفه، بس في برده هنا ايكويشنز ممكن تساعدك في ان هي تبقى لطيفه معاك في التعامل. تمام، انا ممكن هنا احدد الكونديشنال فورمات، يعني انا بالنسبه لي هنا مثلا ده كده هنا انا اديت لها برضو حطيتها في الدروب ليست بتاعه الكيز هنا A وB وC وD. طيب انا ممكن اعمل حاجه تانية تخلي شكل الريبورت بتاعي احلى او الريجستر بتاعي احلى، بان هي ان انا اخليهم
لما باجي اكتبهم او ان انا لما باجي انزلهم هما نازلين متلونين. هنا مثلا انا هنا اديت للاي مثلا لون اخضر ان هو خلاص كده ان هو مش هيرجع تاني، سي مثلا لون اورنج، دي مثلا لون احمر. تمام، عملت دي ازاي؟ في هنا حاجه اسمها conditional formatting. الكونديشنال فورماتنج ده بان انت بتختار الكولوم ده، تيجي من هنا بتقول له ان الهايلايت سيل ايكوال تو، وبتبتدي هنا بقى كده تكتب له ان لو انا عندي السيل دي فيها الداتا الفلانيه، بتكتب ان مثلا انا هنا ايه دي لو ايه، تكتبها كده زي ما انت هتكتبها، وتقول له الفورماتنج بتاعتها انت عاوز ايه، اعملها كاستم فورمات. بس دي اوريدي معمول لها فورمات قبل كده. طيب نختار واحدة تانية مش معمول لها فورمات، خلينا دي مثلا. هنا لو هي مثلا نو اختار لها هنا كاستم فورمات، خلينا نجربها في حاجة مش معمول عليها أي إكسبريشنز. دكتور حضرتك بتتكلمي ولا حضرتك بتنفذي خطوات من لا غير أنا صوت؟ بنفذ خطوات حاليا. طيب تمام، عشان بس الناس فاكرة إن في شرح بس ما فيش صوت. لا أنا بنفذ خطوات، هما مش شايفين شيت إكسل. هما شايفين بس يعني كمان ما فيش صوت، فهم فاكرين إن الصوت كده واقف. طيب لا تمام. طيب نتكلم هنا كده، هنجربها كده equal to n مثلا. لو قلنا مثلا ان هنا الكونديشنال فورمات اشتغلت هنا اهي، تمام، فانا وانس ان انا هاجي اكتب هنا ان هلاقيها ادت لي اللون ده. تمام، طب لو كتبت ايه مثلا الكونديشنال فورمات هنا، انا ممكن استعملها في الاكشن، الاكشن كود هنا مثلا لو انا كتبت ايه وكتبت سي ممكن اتعامل فيها. تمام، نرجع تاني كده للماتيريال سبميتال. هنا ده الاكشن كود كده بالنسبه لي، لو انا محتاج ان انا اعمل فلتر على اكشنز معينه هتبقى سهله عليا جدا ان انا اعملها. ده كده بالنسبه للكونديشنال فورمات. طيب نيجي بعد كده الماتيريال سبميتال، وانا بسلمها ممكن وارد ان يكون معاها سامبلز، فمحتاج ان انا اعرف هل الكفر ده وهو بيتسلم لي هل انا اتسلم معاه سامبل ولا لا. فمحتاجه هنا ان انا اعمل برضو دروب ليست تقول ان الحاجه دي معاها سامبل ولا لا. لو معاها سامبل اكتب هنا واي كده ابقى عارف ان الحاجه دي اتسلمت بسامبل. ومهم كمان ان انا اكتب number of samples بعد كده، ان عدد السامبلز اللي انا سلمتها 3 4 6، ابقى عارف ان رقم السامبلز اللي هنا اللي سلمتهم هنا واللي ابروفد منهم قد ايه. طبعا الاثنين دول ما فيهمش مشاكل، فدول كده اللي هنا مختلفين عن الشيت اللي قبل كده. واضح كده؟ طيب بعد كده عندنا برضو لوك الماتيريال ديليفر تو سايت.
في عندنا برضو كام حاجة كده هي بالنسبة لنا مفهومش اختلاف. أول حاجة received date, reference number, submitter revision, discipline, area of application. كل دول احنا مشتركين معانا من الريجسترز اللي فاتت. تمام, نبتدي بعد كده هنا material submitter reference. أنا ليه هنا بستعمل material submitter reference في material deliver to site؟ ايوه, ليه بستعمل material deliver material submitted في material deliver to site؟ ليه هنا بتأكد ان انا بحطها هنا ليه؟ ان هي صح لازم تكون معتمده. بالظبط كده, ان مهم جدا ان ماتيريال سبميتد تكون عندي معتمده ويكون هو كاتب لي الاعتماد في انه ريفيجن. فمهم جدا ان انا اطبقها بالقديمه, ان هي لازم تكون نفس المواصفات ولو فيها عينات تكون نفس عينات. بس قصه العينات دي بيلونج تو الانجينير مش ليا انا, انا ماليش دعوه ان انا مش بنزل الموقع وماليش دعوه بتفاصيل الموقع. تطابق الاعتماد اللي انا بتاكد منه, فلازم هنا ابقى هنا مدونه في اللوج ده الماتيريال ديليفر تو سايت, الماتيريال سبميتل انهي ماتيريال سبميتل اللي انا معتمده والريفيجن بتاعها ايه. تمام, يا سلام بقى لو عملت هايبر لينك هنا بالماتيريال سبميتل المعتمده, هتسهل عليا كتير جدا في, وهتسهل على الناس لما بتيجي تسيرش في الدوكيمنتس دي ان هي تعرف توصل لها كده. ده برضو هنا دي الثلاث اختلافات عن اللوج اللي فات. بعد كده فروم روتين دي خلاص بقت عاديه. السبميتل تايتلز, بنيجي هنا الكوانتيتي واليونتس. مهم جدا ان انا الماتيريال ديليفر تو سايت ابقى محدده ايه الكوانتيتيز اللي دخلت لي, عدد الحاجه اللي داخله لي, كام بوكس, كام سيخ حديد, كام كونتينر, كام حاجه زي كده, واليونتس بتاعتها اللي معدوده قد ايه. كل الداتا دي بتبقى موجوده عندي في الكفر, يبقى سهل جدا ان انا احطها, بس صعب جدا ان انا استرجعها من الكفرز, لان شوف انت بقى هتقعد تدور على كام كفر عشان تقعد تدور على الداتا دي او تعرف توصل لها, فسهل جدا ان انا احطها هنا. في بعد كده الاكشن ريكوايرد فروم الشخص المسؤول, بعد كده الداتا بتابروفد امتى, والسبميتل, والستاتس بتاع الداتا, والتايب, والاكشن كود بتاعها. دول كده خلاص ايه خدناهم قبل كده. طيب الشوب دروينج هي بالظبط نفس الداتا, الديت ريسيفد, الريسيفد ديت, والريفرنس نمبر, سبميتل نمبر, والديسابلين, والاريا اوف ابلكيشن. نبتدي بعد كده هنا الشوب دروينج بيبقوا كاتبين لك الريفرنس بتاعت الديزاين دروينج اللي الشوب دروينج ده اتعمل عليه. تمام, فمهم جدا ان هو الريفرنس ده يبقى مكتوب لحضرتك هنا او حضرتك تبقى منزله هنا, عشان تبقى هو المهندس لما يجي يراجع عليها يبقى عارف هو هيريفير لانهي تندر دروينج في دول. تمام, فدي هنا اول حاجه مختلفه عن الريجسترز اللي فاتت. نيجي بعد كده نيجي هنا لفروم وتو, دي عاديه. الدروينج تايتل دي نفسها هي السبميتل او التايتل بتاع الدوكيومنتس. تمام, هيفرق معانا هنا ان الدروينج نمبر والريفيجن بتاع الدروينج ده هنا حاجه جديده. مهم جدا ان انا اريفير في الشوب دروينج لوج للدروينجز اللي هي موجوده معايا انسرت في الفايلز, والريفيجنز بتاع الدروينج, لانه وارد ان يكون الريفيجن بتاع السبميتل مختلف عن الريفيجن بتاع الدروينج نفسها. تمام, مفهوم الحته دي, ان وارد ان يكون الريفيجن بتاع الدروينج اللي احنا بنستلمها مختلفه عن الريفيجن بتاع الترانسميتر اللي احنا استلمناه بيه, لان الترانسميتر ممكن يكون هو باعت في اول ترانسميتر 5 دروينج وبعد كده جاله ريفايزد على 3, فهو اشتغل على 2 وفي واحده في خلصها بعدين, فبالتالي الريفرنس الريفيجن ده مش شرط يكون زي نفس الريفيجن بتاع الكفر بتاعه. فهنا احنا بنخلي فيه ريفيجن تاني للدروينج عشان اقدر اتراك الدروينج, ما تراك مش عامل تراك للكفر بس. بعد كده هنا بالنسبه لنا الستاتس خلاص دي بقت معروفه, الاكشن كود واللوكيشن بتاع الدوكيومنتس او بتاع الهارد كوبي او السوفت كوبي. نيجي بعد كده للاي ار, الريكوست فور انسبكشن, نفس الداتا, ريسيف ذا ديت, سيكونس نمبر, الريفيجن, الديسيبلين, area of application.
هنا بقى احنا حطينا الشوب درونج ريفرنس ليه؟ حد ركز في القصة دي، احنا ليه هنا حطينا الشوب درونج ريفرنس ما حطيناش التندر نيفرنس؟ عشان نعرف مكان الشغل بالظبط كده، بالظبط نفس قصة الماتيريال بتاعت الماتيريال ديليفر تو سايت علشان الاعتماد، عشان هو مهم جدا ان هو لما يجي يعتمد، لما يجي يشتغل على الاي ار لازم يكون شغال الاي ار ده على شوب دروينج معتمدة. فعشان انا استلم الاي ار ده ويكون مظبوط لازم يكون عندي ريفرنس لشوب دروينج معتمدة بالريفيجن بتاعها، تمام؟ فانا عندي هنا في الاي ار لازم يكون عندي الشوب دروينج والريفرنس عشان يقدر ان هو يستلم عليها. انا بوفر على الـ على الـ على الانجينير اللي شغال معايا ان هو يقعد يدور في دوكيومنتس او يدور على اعتمادات داتا هي اوريدي انا ممكن انا اعتمدها، ممكن انا ابص عليها ابقى متاكد لان انا استلمت قبل كده الشوب دروينج دي. فعشان ما اقعدش ادور في ده هو بيكتب لي في الكفر الريفرنس بتاع الشوب دروينج، بدخل بس اعتمد ان هي دي معتمده ولا مش معتمده، الريفيجن بتاعها مظبوط ولا لا، وبعد كده دروينج نمبر دي لو كانت موجوده او دروينج ريفرنس دي لو دي تبقى يعني دي فاردر ديتيلز لو حضرتك محتاج ان انت تعملها عشان تعرف اخر تعديل على انهي لوحه بالظبط. فروم وتو دي عاديه، ريكوست نمبر او اللي هو المفروض الريكوست تايتن سوري، وبعد كده الاسبكشن ريكوايرد الاكشن ريكوايرد فروم مين، بعد كده الستاتس والحاجات دي كلها زي ما هي. الاسبلت ده اخر حاجه خلاص، اخر حاجه وهنقفل. برضو نفس القصه كل الحاجات دي ما فيهاش اي اختلاف، بس بنحط هنا الشوب درونج ريفرنس والريفيجن ريفرنس بتاعنا برضو علشان نفس القصه. برضو المهم جدا ان الداتا اللي انا بتعامل معاها في الاسبلت ان هي تكون طالعه على ابروفد شوب درونج مش على شوب درونج عاديه، يعني ما تكونش شوب درونج واخده ريفايزد وهم مطلعين عليها اسبلت، لازم تكون شوب درونج متوافق عليها من الاستشاري ومعتمده، فبالتالي انا ببتدي استلم على اساسها الاسبل. فهنا بكتب بس الريفرنس بتاع الشوب دروينج والريفيجن بتاعها، وبقيه كل الداتا دي كلها نفس الداتا بتاعت الشوب دروينج. تمام، وضحت الجزئيه دي، وضحت الجزئيه بتاعت الريجستر.